من باكستان والهند وأفغانستان شدوا الرحال إلى أستراليا على ظهور الجمال. لهم دور تاريخي في إدخال الإسلام إلى القارة النائية وإعمار صحاريها. من هم الجمالون؟ بداية القرن التاسع عشر نشطت رحلات المستكشفين الأوروبيين إلى أستراليا لاستغلال ثرواتها، لكن عمال المناجم واجهوا مشقة في نقل الذهب والمعادن عبر الصحراء الشاسعة، فاستعانوا بقادة الجمال الأفغان. عام 1860 وصل أول 3 جمالين مسلمان وهندوسي. بعد ذلك بعام بنى الجمالون مسجد ماري على بعد 600 كيلومتر من مدينة أديلايد، وسرعان ما زادت أعداد الجمالين حتى بلغت بداية القرن العشرين 4000 جمال يملكون 20000 جمل. أكمل الجمالون الإعمار الإسلامي في أستراليا وبنوا عام 1887 مسجدا آخر بمدينة تعدين النائية. عمل الجمالون في ظروف قاسية لا تحتمل، صيف حارق وشتاء قارس، يحملون المؤونة إلى عمال المناجم ويرشدون الرعاة الرحل، وكان إسهامهم رائدا في تطوير صناعة التعدين، ما ساعد على إنشاء شبكة السكك الحديدية، ولذلك نسبت إلى الأفغان أشهر خطوط السكك الحديدية الأسترالية ذا غان. يتجاوز طوله 3000 كيلومتر ويربط السواحل الشمالية بالجنوبية، ونسب إليهم أيضا أفغان إكسبريس، الخط الحديدي المعروف. ليس هذا فقط، كان الجمالون سباقين إلى إدخال الإسلام إلى أستراليا النائية، بنوا المساجد بجوار مصادر المياه من جداول وبحيرات مثل مسجد أديلايد. وفي 1929 رحل آخر الجمالين سلطان عزيز عن أستراليا بعد نقل آخر حمولة من بروكن هيل إلى دورهام داونز، ورغم ذلك بقي أثرهم، فقد تركوا معالم إسلامية في الصحراء منها مسجد بروكن هيل الذي ما يزال فاتحا أبوابه حتى يومنا هذا.